أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من بوابة أخبار اليوم، وصفة جديدة من مطبخنا، مطبخ هناء العموري. النهاردة هنعمل صينية لازانيا. اللازانيا نوع من أنواع المكرونة بس بشكل معين، شكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده، هوت بتبقى على الشكل المستطيل ده. دي مكرونة بنسلقها وبنبتدي نرصها. بس الفرق ما بينها وما بين المكرونة البشاميل ان احنا بنحط لحمة متعصجة بالصلصة والطماطم مع جبنة موتزاريلا، وما بين كل طبقة والتانية بنحط اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا والبشاميل، وعلى الوش بنحط الجبنة الموتزاريلا والبشاميل. هنبتدي دلوقتي نسلق اللازانيا بتاعتنا. احنا بنحط مية سخنة على النار ونبتدي ننزل بواحدة او اتنين. احنا سالقين كمية، طبعا احنا هنوريكم بس دلوقتي ازاي نسلق اللازانيا. احنا حطيناها هنا في مية سخنة مغلية عليها شوية ملح، تمام، وبنسيبها لغاية ما تتسلق، وهوريكم شكلها بعد ما تتسلق دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. بس هنبتدي نرص ونوريكم شكلها، هنرص دلوقتي ونوريكم شكلها بعد ما نبتدي الرص عشان الوقت. احنا بنمسك ادي اللازانيا بالطريقة ديت، لما بنطلعها بنرش عليها زيت او بنحطها في مية عشان ما تلزقش الطبقات في بعضها. بنبتدي نحط في الاول خالص بشاميل. البشاميل بتاعنا زي اي بشاميل عادي بنعمله، وعملنا حلقة قبل كده عن البشاميل بطريقة سهلة علشان ما يكعكعش منك ويعمل كتل. احنا بنقول بنحط الاول شوية بشاميل في الارضية، في ارضية الصينية، علشان المكرونة تطلع بسهولة لما تقطعيها وتطلعيها تطلع بسهولة. وبنحط قطعة اللازانيا كده، تمام. في هنا لسه بقية الصينية ما كملتش. احنا قصين المكرونة بنشكلها زي ما احنا عايزين الشكل اللي احنا عايزينه. دي واحدة وقصيناها ونكمل بيها كده. اول حاجة بنحطها البشاميل، بنحط طبقة بشاميل وطبقة عصاب اللي هو لحمة مفرومة بالصلصة والطماطم ومتبلة بملح وفلفل ورشة جبنة موتزاريلا. نحط بشاميل تاني، ما بنحطش كتير قوي علشان هي كذا طبقة. وبعدين بنحط دي لحمة مفرومة متعصجة ببصل وعليها طماطم مضروبة في الخلاط وصلصة متبلة بالملح والفلفل عادي جدا، ما بنكترش برضو لان احنا هنحط كذا طبقة من العصاج ده وكذا طبقة من البشاميل، ورشة جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر او جبنة رومي. لو الجبنة الرومي ما تكتريش عشان بس ما تبقاش حادقة معاكي. اللازانيا نفس فكرة المكرونة البشاميل لكن شكلها بيختلف وطعمها بيختلف بسيط عشان فيها صلصة وجبنة، دي الزيادة اللي فيها. هنحط الطبقة التانية من المكرونة. احنا لسه المكرونة اللي على النار لسه ما استوتش، هنسيبها شوية كده لغاية ما تستوي ونشتغل في اللي احنا سلقناه. ادي الطبقة التانية من اللازانيا، تمام. هنبتدي نحط ايه تاني؟ نفس اللي حطيناه الاولاني، بشاميل والصلصة اللي معمولة مع العصاج. مش هنكتر برضو لان في طبقة لسه تانية هنعملها، تمام. والجبن دي جبنة موتزاريلا كده. حطينا الجبنة اهي،
بشاميل والصلصه بالعصاب والجبنه الموتزاريلا. هنحط الطبقه الثالثه برضو اهي، هي بتبقى حوالي 3 طبقات تحت وفوق، يعني بتاخد حوالي 4 طبقات أو 5 طبقات فوق بعض. هنحط البشاميل، نفس الحكايه بنكرر نفس اللي احنا عملناه بالظبط، البشاميل والصلصه بالعصاب والجبنه. البشاميل طريقته سهله جدا، لاي صينيه بتاخد 4 كوبايات من اللبن، ويفضل 2 لبن و2 شوربة. لسه هنحط العصاب، العصاب بالصلصة بتاعنا. عملنا البشاميل قبل كده في حلقة، قلنا للصينية الواحدة مقدار صينية واحدة 2 لبن 2 شوربة كوباية وكوباية دقيق ورشة زيت ورشة ملح وفلفل وشوية جوز الطيب. ادي الجبنة الموتزاريلا كده، هنحط الطبقة اللي بعدها، هناخد من اللي احنا قصينه عشان نكمل بيه بقية الصينية. احيانا في صواني بتيجي على قدها قطعتين من غير قص، يعني من غير ما تقص. نشوف المكرونه كده لسه فاضل يعني حاجه بسيطه خالص عشان تبقى مستويه كويس معانا. حطينا هنا، هنحط برضو البشاميل، هنفرده والعصاب. والجبنة. المميز في اللازانيا الجبن بصراحة، هي اللي بتديها طعم جميل قوي ومميز. كده ناقص طبقة واحدة وبس. بعد ديت نطلع اللي على النار، الجبنة. هنا الجبنة بتمسك في بعضها لان دي جبنة موتزاريلا، بتسيح بسرعة من حرارة المكان. خلاص حطينا الجبنة، نحط بقى اخر طبقة، نطلع بقى اللي على اللي بتتسلق. زمانها دلوقتي اتسلقت واستوت، هنحطها هنا على طول. شايفين ازاي هي طلعت مسلوقة وطرية اهي. هنحط معاها واحدة تانية من غير ما نقصها عشان ما يبقاش فيه فراغات في اخر طبقة. خلاص اخر طبقة بقى مش بنحط لها عصاب، بنحط لها البشاميل. نكتر البشاميل شوية ونفرده على الصينية كلها. وخلوا بالكم الفراغات اللي بتبقى هنا هتتملي، لان الصينية اللازانيا بتستوي وبتكبر تاني، بتطول وبتعرض. بنفردها ونسوي صفحها كويس كده، ونبتدي نرش عليها الجبنة الموتزاريلا، وبتتحط في فرن 180 درجة لمدة 1/3 ساعة او 1/2 ساعة. هي بتاخد وش لوحدها وبتغلي وبتستوي من جوه، هي اوريدي كل حاجه فيها مستويه، احنا عايزينها تسخن بس، والجبنه اللي هنرشها على الوش تسيح وتدي وش حلو وذهبي.
ديت بقية الجبن نرشها كده على الوش. كل ما يتحط فيها جبنة موتزاريلا أو شيدر بزيادة بيبقى شكلها جميل جدا. نحط شوية رومي مع شوية موتزاريلا، هتتحط الفرن زي ما قلنا 180 لمدة تلت ساعة أو نص ساعة، وهتاخد وش ذهبي وهوريكم شكلها بعد ما تستوي إن شاء الله. ودي صينية اللازانيا بعد ما طلعت من الفرن وخدت الوش بتاعها. ادي شكل الجبن قدامنا اهو، شكل ذهبي وجميل. واللازانيا دي ممكن تتاكل جنبها طبق سلطة مليان كده خيار وطماطم، وجربوها ان شاء الله وقولوا لنا رأيكم. وكل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفاء.